معك إكرام خمريش، سن 26 سنة، فنانة مغربية مقيمة في دولة الإمارات. شوفي صراحة أغنية البدا دعياني جات فجأة، ما كنتش مخططة ليها. من عامين دابا باش أنا خديت الكلمات واللحن، لكن ما بغيتش نتسرع في أنني نسجلها أو أنني نديرلها فيديو كليب، بغيت ناخد وقت كافي. وما بين ليلة وضحاها فكرت في الموضوع وما ترددتش نجزتها. شنو هو البداد؟ البداد هو الحب. شوفي باش نكون معك صريحة، مشاكل أو شي حاجة اللي زعما صادفتني ما كاينش، صوف كو اللي بزاف الناس ما عارفينوش هو أنه باش تصور كليب، خصوصا ملي كيكون إنتاجك الخاص وانت اللي كتكون قايمه على كل شيء، ما كتكونش حتى ولو كان انتاج شركه انتاج، وكيكون صعب، فما بالك انك تكون بوحدك قايم بكل شيء. تجربه صعيبه وكتبغي مجهود بزاف، كتبغي خدمه بزاف، ولكن كانت زوينه بزاف. صراحه كانوا افكار كثيره قبل ما تجي هذه الفكره الاخيره ونكونفيرمي عليها، وهذه اكثر وحده حسيت بها انها قريبه ليا، لانه انا من طبيعي فاش كتعجبني شي حاجه ما كنترددش كناخذها. بالنسبه للتجربه ديالي مع الفنان والهرم الكبير عبد الوهاب الدكالي، كانت تجربه اكثر من رائعه، وكنت محظوظه لانه كانت مسابقه اللي يعني دارت في المغرب كامل وعلى صعيد المغرب كامل. الحمد لله كنت اختاريت ما بين العشرة الاولين، وبقينا في الاخير من العشرة اربعة الاخيرين، فكان لي الشرف انني نغني معاه، وكانت لي تجربه ما عمرني غادي نساها. شوفي انا كيعجبني نغني كل شيء وكيعجبني نسمع كل شيء، ولكن اكثر حاجه كنلقى راسي كنغنيها في الدار ولا كنستمتع وانا كنغنيها هي الطرب. الطرب اون جينيرال، لكن الطرب الخليجي اكثر صراحه. صراحه فكره التمثيل في بالي من شحال هادي، وكنت كنحلم انني شي نهار نولي ممثله، وما جات هكذاك يعني بالصدفه. وي فعلا كاين واحد العمل ان شاء الله غادي نخليه سوربريز للجمهور. ماشي دائما، ولكن الاغلب ديال المغنيين كنحس بهم باللي كيأديو يعني بطريقه ناجحه. وشنو رايك في الواقع الفني ما نقدرش نعطي رأيي صراحة في هذا الموضوع، لأنه مني وجبد ما رضياش 100% عن شنو كان أدي دابا، وعن الأغاني اللي كان نأديهم مكليش حيت كان غنيهم أو لا مضطر أني نغنيهم نقول لهم زوينين، ولكن ما كيبقوش هما الأغاني الأصليين فعلا، ولكن احنا مضطرين أننا نمشيو مع الموجة. شكون هما كاينين بزاف اللي كيعجبوني صراحه كنحلم بهم، ولكن اكثر واحد كنحلم شي نهار نغني معاه هو حسين الجسمي ورشيد الماجد. ان شاء الله تشوفك شي عمل قريب. ان شاء الله يا ربي. رساله تبغي توجهها للجمهور؟ بغيت نقول لهم كنتمنى ما تكونوش البيضه دعياكم تنتوما حالي. وكنبغيكم بزاف، شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.